يعني الفرق بين الاهلي وافريقيا كلها، مش الفرق بين الاهلي والزمالك. انت بتتكلم على فرقه اخر في 24 سنه، كم نهائي مع في الالفيه الثانيه، كم سيمي فاينل، كم بطوله كسبوها، كم كاس عالم. لا معلش، مع احترامي وتقديري، في ناس كتير جدا بتزعل مني، فرقتين تراهن عليهم في العالم، في العالم، وانت قاعد حاطط رجل على رجل، ريال مدريد والاهلي. يجي يقول لك الاهلي لازم 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 تبعد عن التعصب شويه، ولازم تتكلم بعقلانيه وحياديه. النادي الوحيد اللي شال مصر كرويا اخر 13 سنه النادي الاهلي. الاهلي ما عندوش كمين. الكمين ده ممكن تعمله اي نادي تاني، ممكن يبص على نتائج الفرقه، الترجي خسران ماتشين خارج من الكاس، الكلام ده ما ياكلش مع النادي الاهلي. لا خالص، الاهلي هيوصل فاينل، اللعيبه بتتحول لو في اسوء حالاته، تحس ان هم عالم تاني، دنيا تانيه، فرقه تانيه خالص. انما كمين لا، الاهلي دارس الترجي وعارف الترجي وعارف قوه الترجي وعارف اماكن نقاط الضعف اللي موجوده في الترجي، وعارف ان البطوله ممكن تخلص من رادس الترجي. طبعا الترجي مشواره اصعب بكتير جدا، تتلعب اسيك ماموز واحد من مفاجات البطوله، ان تتلعب سان داونز واحد من المرشحين الكبار. بكل امانه وكل حياديه انا قلت لك ان الترجي يوصل على حساب سان داونز، ده قمة الإنجاز بالنسبة للترجوية. أنا بتكلم بشكل حيادي، الترجي فرقة عربية، فرقة أفريقية، نحترم الترجي ونحترم كل جمهور تونس. المباراة الأخيرة في الدوري على المستوى البدني ممتاز، على المستوى البديل أكثر من رائع، اختار عنصر واثنين وثلاثة وأربعة هايلين، اكتشافه لبعض العناصر في طرفين الملعب أو قلبين الدفاع ممتاز، وسط الملعب عنده وفرة. ما أعتقدش إن في فريق في أفريقيا عنده لعيبة بنفس كواليتي لعيبة النادي الأهلي في نص الملعب، في كل شيء، في البوكس تو بوكس، في التأمين الدفاعي، في صناعة اللعب، في السرعة، في الحركة، كل ده موجود عند النادي الأهلي. تشكيلة الأهلي أتقل من تشكيلة أي حد في أفريقيا، يعني تشكيلة الأهلي بالورقة والقلم بداية من حارس المرمى، حتى إذا كنت في الوقت الحالي بقول شوبير ولا الشناوي، لا طبعًا، لراس الحربة اللي هو مودست أقل أهو، أقل، مش هقول لك أسامة أبو علي، لا الأهلي فارق عن أندية كتير جدًا جدًا بالنسبة للعناصر اللي موجوده عنده، وبالنسبه للوفره اللي عملها مارسيل كولر. جزء من عناد مارسيل كولر تاني التغييرات. اوقات كتيره جدا الاهلي بيكون محتاج تغيير، اثنين ثلاثه. المره الوحيده اللي شفته فيها غير بسرعه كان ماتش الزمالك في الشوط الثاني بين الشوطين، لان حس ان الفرقه واقعه كلها. انما هو ده عناد مارسيل كولر، انما كمدرب مدرب ممتاز، طور كتير جدا من اداء النادي الاهلي، طور كتير جدا من مستوى لعيبه النادي الاهلي، خلق منافسه على دكه البدلاء للعيب الكويس واللعيب اللي هو داخل التشكيله الاساسيه، وبالتالي شفنا حاله النادي الاهلي مؤخرا غير شهرين ثلاثه فاتوا. اي فريق في افريقيا يخاف الاهلي، يخشى الاهلي، برئيس الاتحاد الافريقي، بسان داونز، بكل الناس اللي موجودين. الاهلي قوى رئيس، الاهلي قوى افريقيا، قوى جماهيريا، عشان كده اي فرقه في افريقيا بما فيهم فرقه رئيس الاتحاد الافريقي تخشى النادي الاهلي على المستوى الفني. عشان في ناس برضو لغم عماله تقول لك الاهلي واخد كل شيء، لازم اديله كل شيء. عارف ليه؟ لانه الوحيد اللي موافق على رجلك في الكره المصريه في توقيت الحال ده. انا بهدلت الدنيا.